اللهم اكلأه بعينك التي لا تنام، ومده بمددك الذي لا يرام، وكن له في حله وطحاله، وفي ضعنه وإقامته، وفي تقلبه ومثواه، وفي أمور معايشه كلها. اللهم أره من سمو ولي عهد أمير مولاي الحسن ما تقر به عينه ويهنأ به عيشه، وأنبته اللهم النبات الحسن وشد أزر جلالته، وقوي عبده بشقيقه السعيد مولاي رشيد، واحفظه اللهم في سائر أفراد أسرته الملكية الشريفة وفي شعبه الوفي، إنك ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرسل شآبيب المغفرة والرحمة والرضا والرضوان على روحي الملكين المنعمين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، اللهم طيب تراهما وبلغهما الفردوس الأعلى من الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أدن علينا نعمة الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار، واجعل بلدنا على الدوام آمنا مطمئنا مستقرا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا اللهم الفتن ما بدا منها وما خفي، ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذا الشيء راه تقول الحمد لله المغرب راه غادي والله ينجينا من الحساد. الله الملك ديال الله يشافيه، الله يعاونكم، الله يسهل عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه باسم المجلس الجماعي لبومندات تقدم بالشكر الجزيل لذات 24 وجديد نفو على المواكبه ديالهم المختلف الانشطه اللي كيداروا على مستوى بومندات. اليوم بومندات كيعرف حدث مهم جدا، وهو تدشين المقر الجديد للبشويه ديال بومندات. هذه المعلمه الاداريه المهمه اللي جات كتمرة مجهود كبير الدار على مستوى بومان كهيئة منتخبة، وكذلك بدعم ومواكبة وتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية. هذه المعلمة الإدارية المهمة اللي هي يعني ترجمة وتنفيذ برنامج العمل ديال الجماعة 2017-2021. هذه المعلمة كما قلت يعني غادي تكون مولود جديد ينضاف الى مختلف المرافق العموميه اللي هي على مستوى بومندات واللي كتقدم خدمات ديالها للمواطنين. نتمنوا ان شاء الله ان هذا المرافق العمومي الجديد يكون في المستوى ديال التطلعات ديال الساكنه، كما البنايه جديده والتجهيزات جديده وفي المستوى. نتمنوا كذلك ان الخدمات اللي كتقدم على مستوى يعني
هذه المؤسسه تكون في المستوى ديال تطلعات ديال المواطنين. اكيد ان بفضل يعني السيد الباشا والطاقم الاداري اللي خدام معاه غادي تكون يعني الخدمات الاداريه على مستوى هذا المرفق الاداري ديال المقر يعني باشاويه بومنداس غتكون في المستوى ديال التطلعات ديال 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 الساكنه. هذا المرفق يعني كما قلت يعني جاء كنتيجه التقاء الارادات بين الاراده ديالنا كهيئه منتخبه وكاراده يعني السلطه المحليه والسلطه الاقليميه من اجل تجويد الخدمات الاداريه على مستوى اقليم تنغير. كما كتعرفوا الاقليم ديال تنغير اقليم فتي وجديد وفيه خصص فيما يخص يعني هذه البنيه الاداريه، والحمد لله مع مجيء السيد عامل الاقليم مشكورا بدات مجموعه من المرافق الاداريه كتخرج للوجود، ومن بين هذه المشاريع هذا المشروع ديال المقر الجديد ديال باشاويه بومنداس وباشاويه قلعه مقونه. لا تفوتني هذه الفرصة دون أن أتقدم بالشكر الجزيل لسيد عامل إقليم تنغير على المجهودات المبذولة في كل المجالات على مستوى إقليم تنغير، واللي في الحقيقة ساهم يعني من أجل تطوير والدفع والرفع من منسوب يعني التنمية على مستوى إقليم تنغير. صحيح أنه هناك خصاص مازال خصاص يعني على مستوى الإقليم، ولكن المجهود اللي درته الدولة المغربية بفضل المؤسسات اللي كاينة يعني لا يستهان به، وخصنا نوهو بهذا المجهود. وكذلك نغتنم الفرصه ان نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في سبيل يعني الدفع بعجله التنميه يعني باقليم تنغير للامام. ختاما نرحب بهذه المبادره ونتمنى ان تليها مبادرات اخرى. اكيد انه عما قريب ان شاء الله غادي يكون تدشين ديال المقر ديال او يعني المحطه الطرقيه اللي دارها المجلس الاقليمي مشكورا، ثم كذلك مركز التحويل الكهربائي اللي هو مشروع مهم جدا يعني توا غادي يدخل الحيز الخدمه وغادي يتدشن عما قريب. ثم للاخبار كذلك اغتنم هذه الفرصه لاخبر يعني الساكنه داخل وخارج ارض الوطن انه مقر جديد ديال المكتب الوطني للمعسل على الشرب ان شاء الله سيخرج للوجود يعني في هذا في هذا في هذا في هذه السنه، في انتظار ان مرافق اخرى اداريه نحتاجها على مستوى بومنداس لتخرج الوجود. شكرا لكم باسم المجلس الجماعي على مواكبتكم لهذه الانشطه، ونلتقي في فرصه قادمه بحول الله. شكرا لكم.